انا دابا لونسيت ما مبينش حتى واحد ياك ما مبغيش الشباب صافي ماشي مشكل. دابا حنا حاليا على المباشر مشاهدة قناة شوف تيفي. اهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء في مباشر عاجل مباشر مزلزل اللي كنتمناو انا بارطاجي الاب اوسع حدود الجمعيات. هذا هو الدور ديالهم دور المجتمع المدني اللي خاص يتدخل بشكل عاجل في هذا المباشر. حنا حاليا كنتواجدوا بمنطقة الحي المحمدي بالضبط حدا السعادة. فهذا الصوت اللي كنسمعوه مشاهدينا الكرام ديال جوج خواتات مراض نفسيا كيعيشوا واحد الحاله صعيبه بزاف. كنسمعوا الغوات ديالهم لولا الجيران راه كانت غتكون الحاله ديالهم كارثيه. الجيران اللي واقفين معاهم الجيران اللي كيعطيهم ياكلوا ولكن هادشي ما كافيش خاص يكون تدخل عاجل من طرف الجمعيات. لهذا هو الدور ديالهم دور المجتمع المدني خاص يبان من خلال هذا المباشر. قبل ما نخلي لكم رقم الهاتف تقدر انا تواصل مع الجيران غنحاول نقربكم اكثر من الصوره. مشاهدينا الكرام هذه هي الدار شوفوا الحاله الكارثيه اللي فيها الدار. عندك الضربه كل شيء. شوفوا معنا مشاهدينا الكرام شنو واقع هنا حاليا على المباشر. الناس حاله كارثيه. الناس مرض نفسيا عايشين غير بجوج كيديروا كل شيء تحت حوايجهم. اخر من بعيد غير من بعيد الناس راه كيشوف فوق على المباشر شنو واقع. السلام عليكم. عليكم السلام. حنا الجيران ديالهم. هاد جوج خواتات ما كانوش كيخرجوا كاع نهائيا. كان الوالد ديالهم هو اللي مقابلهم منين مات مسكين الله يرحمه. صافي هاد البنات بقاو بجوجهم ما كاين عندهم حتى شي واحد اللي يتكلف بهم. ولات وحده تتخرج تطلب تتجيب لاختها اللي ما تتشوفش. من واحد هادي اللي شفناها دابا اختها اللي كتبان دابا عندكم اللي ما بقاتش في الحاله عاديه. يعني بجوجهم مرض نفسيا وما عندهم حتى شي واحد. راه من بعد تشوفوا الدار كيفاش دايره من الداخل ديالها وراك شفتوا دابا كيفاش الحاله ديال السيده. الناس ادوانيين شويه ولا شويه ماشي بزاف غير هما كيخافوا ماشي عد خليهم دابا هي ما خلاتهاش يدخلوا. حنا غنوريو الناس فيديوهات اللي صيفطتهم لينا ان كيديروا. عاودي لنا داك الفيديوهات اللي صيفطتهم لينا كيفاش دايره. واحد الحاله لا يرثى لها زعما صراحه. ما يمكنش الانسان يعيش في هذاك الشكل. راك شفتي كل شيء على عينك. من الاحسن خاصك تدخل وتشوف حتى انت. ما كرهتش دخل ولكن هي منعانه وهي واحد الحاله دابا اللي صعيبه شويه. احنا غادي نحاولوا لان هي ما تتشوفش والو غير انها خايفه. عندك يعني السيده في واحد الحاله اللي صعيبه بزاف. حنا كنتمنى ان يكون الدور ديال المجتمع المدني انه يتدخل في هاد حاله اللي صعيبه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كنتمنى ان يكون واحد التدخل عاجل من طرف جمعيات ديال هذه المنطقه الحي المحمدي اللي خاصهم انهم يدخلوا. هذا هو دور المجتمع المدني. لا واش هاد الناس سمح لي عفاك خشي نسولك هاد الناس كانوا بحال هكا ملي كانوا صغار؟ لا ما كانوش هكا. كيفاش كانوا؟ ما كنعرفهم حتى ما تباهم. كانوا عاديين ما كناش كنعرفهم حتى ما تباهم. هاد باهم مات معاه الانتريت ديالو اللي كان كيصرف عليهم صافي وخرجوا دار الكرام. لا عندك خرجي غير خرج هانتي خشي خشي اجي غزلان زلان غير اجي 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 خلا لا غير خلا غير خلا شو عليك. هذا هو دور المجتمع المدني اللي خاص يبان من خلال هذا المباشر. حنا كنتمناو الله يستر تقدر توقع الكارثه بقاو هاد الخواتات في هاد الحاله هادي. الجيران شحال قدهم يوقفوا معاهم شحال قدهم انهم يبقاو واقفين معاهم. عرفتي نهار انهم غاديين يعياو. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. شوفوا معنا شنو واقع مشاهدينا الكرام حاليا من منطقه الحي المحمدي. واش عطوني النمره 06 عندك صافي غير خليها 06 65 94
94 49 54 اي واحد قادر انه يتعاون مع هاد الناس فهادو رقم ديال الجيران اللي ما باغين والو من غير يوريكم الدار وشنو الجمعيه انها تدخل في وقت العاجل حيت هادشي ما خاصوش يطول الله يستر تقدر توقع الكارثه تقدر توقع الله يستر شي حاجه ما لا يحمد عقبها هادو الدار ديال جوج خواتات اللي كيف ما سمعتوا معنا ديال ما كانوش كيعرفوهم ما كانوش كيخرجوا مني كانوا صغار من الاب ديالهم ماش وقع لهم هذا المشكل هذا اللي مشكل كبير لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اي واحد قادر يتدخل لا من قريب لا من بعيد بالدعاء كذلك تقدر تعاون الله يدير شي شهود الخير يا ربي وحنا كنتسناو دور المجتمع المدني انه يتدخل في هذه اللحظات قبل ما توقع الكارثه بالحي المحمد.